توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع. أنا عندي مشكلة الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش. جالي علاج بالليزر، علاج تجميل. أهلا بكم. عالم الأسنان ممتع ومثير. عالم الأسنان مفيش أجمل منه للحوار، وأيضا من العوالم الجماهيرية عالية الجاذبية. خليني أقول لكم أنه في جزء في الأسنان مهم قوي اسمه اللثة. اللثة ديت مهملة جدا في مصر، وعلى فكرة احنا حوارنا النهاردة في زراعة كتير وتركيبات كتير، لكن كتير من الناس اللي بتصل إلى مرحلة الزراعة بسبب إهمال اللثة. ده اللي أنا فهمته من ضيف العزيز، وطبعا كان برضو إهمال ليه. بصوا اللثة دي مهمة قوي يا جماعة. اللثة هي الجزء الذي يحمي الأسنان، وعندما تنحسر اللثة تقل اللثة، تبص لها السنة ثابت. طبعا التنظيف بتاع السنان احنا عندنا يعني في ناس تقول لك انا بغسل سناني كل يوم. طب بتمسح اللثة، بتهتم بيها كل يوم، بتحط لها كريم يعني مضادات حيوية او كريمات، او بتسمع كلام الدكاترة فيها. وبرضو حتة التراكم الجير ده بيخلي اللثة يحصل فيها التهاب، التهاب اللثة يزيد، تقوم السنة تبدأ تلخلخ، تقوم السنة تقع. حقيقة اللثة مهمة جدا للعظم كمان، يعني برضو أنا مش حريف قوي في الحتة دي، ده طبعا عايز حوار ضيف بقى يحكي لنا بالتفصيل اللثة ودورها إيه. لكن اللثة لو أنت ما اهتمتش ونظفت ما بين السنان وبعضها، تبدأ اللثة يحصل فيها جيوب، والجيوب تبدأ تراكم بكتيريا وتراكم اكل وبتاع، وده يؤدي الى التهابات وبدايه التسوس، ويضرب العصب، ويبدا العصب بقى يتاكل، والسوس تبدا ياكل العظم نفسه بتاع بتاع السنان. تبص تلاقي في الاخر السنه فقدت. اللثه يا جماعه مهمله في مصر، اللثه مهمله، ولازم نراعيها جدا 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 جدا، والا نتيجه هنفقد سنه وهنلجا بعديها الى حلول. الزراعة طبعا هي أفضلهم، ولكن الحلول مهمة جدا. الحوار مثير النهاردة جدا مع ضيف طبعا عزيز عليا جدا، وهو مبتسم ابتسامة لامعة، لأنه هنا حاسس إن أنا عمال أخبط وأنا بتكلم في اللثة. هشوف اللي أنا قلته ده صح ولا غلط، لأنه طبعا أكيد كممتحن هيقول لي الكلام ده، يعني كرجل في كلية الطب البشري قلته في الأسنان طبعا صح ولا كان في المية منه غلط. ضيف عزيز علينا جدا، قيمة العلمية الكبيرة، والاسم المتميز، الأداء المتميز، أستاذ دكتور شادي علي حسين. حضرتك يا إما تاخد كل حاجة لما تعمل علاج جذور بالميكروسكوب، يا إما ما تاخدش. عصب ده لما يجيك ألم غير عادي، الأوبشنز اللي تضرهم أنا بمنعها من المركز عندي. أنا أعرض على مريض عرض يدمر له أسنانه، يبقى أنا بضر، أنا ما عملتش كده. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. دكتور شادي منورنا في الدكتور كالعاده، ودائما كنت بتضحك ليه؟ انا كنت عمال اتكلم وعمال يعني اللثه انا مش شاطر فيها، فعمال اقول كلمتين كده على قدي وانت فطسان. فكرني لما ببقى قاعد في مناقشه مثلا حد من الطلبه وانا مشرف عليه، وهو قاعد عمال يقول برزنتيشن وانا قاعد اقول له اخلص. يا جماعه ده طب اسنان، دي كليه ثانيه.
انا كويس قوي كتر خيري ان انا بقيت شاطر كده في الاسنان طبعًا. لان انا مع احنا طب بشري طبعًا. قول لي بقى اللي انا قلته دوت صحيح يعني برضو من الحاجات اللي انت سمعت منها كلام كتير عن اللثه واهتميت انت بيها هي الحقيقه بس يعني في النقطه الاساسيه اللي انا بتكلم عليها ان اللثه دايما مرتبطه بالعظم يعني هو لما بنفقد لثه ده معناها ان العظم اللي تحتها تاكل والمشكله الاساسيه اللي بتقابلنا مع فقد الاسنان الناس بتركز مع الاسنان وتنسى العظم يعني هو مثلا ممكن يبقى السنه مجرد مثلا الاسنان الاماميه بتتلخلخ لما تبتدي تتلخلخ حاجه بسيطه يقول لك لا 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 مش هعالج حتى لو قالوا له مثلا هتتخلع او الكلام ده كله يقول لك لا 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 مش هعالج طالما هي موجوده خليها ده هو عمال يفقد في العظم بتاع الفك اللي هو اغلى بكتير من الاسنان انا النهارده عشان اعوض المنطقه دي محتاج ان انا ازرع فهزرع طب هفقد عظم طب لا بقى يعني لما هخلع هفقد عظم او لو فضلت السنه بتعمل مشكله وهي بتتلخلخ بتفقد عظم هي كمان فبالتالي المهم جدا ان انا اكونسلت او ان انا ابص على دكتور الاسنان او اروح لدكتور الاسنان اكشف واشوف ايه المشكله واسمع الكلام ان انا النهارده لا السنه دي محتاجه تتخلع يبقى لازم تتخلع او فيها مشكله مش تتحل يبقى لازم تتخلع اللي بنقدمه للمريض ايه النهارده اللي بنقدمه للمريض التصميم الجديد بتاع الزراعات الحقيقه احنا اتكلمنا على الموضوع ده المره اللي فاتت باستفاضه ولكن انا النهارده هنتكلم بقى بشكل ابلايد او بشكل عملي بحالات عمليه بتطبيقي واضح عشان يوضح للناس الفكره ويوضح لهم قد ايه الطفره في عالم الزراعات اللي اتعملت نتيجه وجود التصميمات الجديده للزراعات. الفكره ببساطه ان احنا الاول كان عندنا الزراعات هي كلها بتتحط بشكل مستقيم تمام فلما بتتحط بشكل مستقيم هي الفكره ان كل ما بيبقى فيه حاجه محمله على ناحيه سايبه اللي هي بيسموها كانتيليفر ده بيسبب تورك او ميل لود او تحميل غير محبب للزرعات فده بيسبب ان الزرعات دي بتحتاج ان يبقى احسن حاجه ان التحميل يبقى الزرعات على الاطراف يعني يبقى فيها زرعات على الاطراف وفي زرعات في النص تسند التركيبه فبالتالي لما تحط زرعه مستقيمه لو انا عندي فقد في العظم فمش هقدر ان انا احط زرعه في الفك العلوي او السفلي في الخلف ان انا عندي فيه هنا الجيوب الانفيه وعندي هنا في العصب بتاع الفك فلو بصينا الاول على التصميم بتاع الزرع احنا الاول نشوف التصميم بتاع الزرع شكلها مايل وبعدين نقول شكلها مايل ده فادنا في ايه اول حاجه الزرع ده الجديد الزرعه العاديه كانت مستقيمه كانت الزرعه زي الجدر ولكن على شكل مسمار كده مستقيم الزرعه المايله بتبقى الزرعه نفسها مايله و فيها زي قطشه كده بشكل مايل بحيث ان هي جوه العظم مايله ولكن طالعه من فوق مستقيمه فبالتالي الجزء العلوي اللي هيتركب عليها هيبقى مستقيم ده هيفيدنا في ايه انا النهارده بمجرد ما بيحصل لي التهابات في اللثه او بيحصل لي خلع للاسنان بيبتدي العظم يتاكل ويبتدي ان هو افقد ارتفاع العظم فلو انا جيت فقدت ارتفاع العظم ايه اللي موجود هنا من اول في الجزء الخلفي هنا في عصب الفك اللي مغذي للشفه ايه اللي موجود هنا في الفك العلوي في الجيوب الانفيه او الفراغات اللي بتخفف حجم او وزن الجمجمه تمام الجيوب الانفيه دي غير الانف الناس بتتلخبط الجيوب الانفيه دي الجزء الخلفي اللي موجود فراغ هوائي موجود في المنطقه دي والمنطقه دي علشان يخفف حجم الجمجمه ويديني الصدى بتاع الصوت فلذلك لما الواحد مثلا يبقى عنده سوائل في الجيوب الانفيه نتيجه برد تلاقيه بيبقى صوته ايوه مغلق ويقول لك ومخنف كده بالظبط فبالتالي ممثل مشهور قوي في مصر عنده التهاب مزمن في الجيوب الانفيه وبيمثل بيه وعلى طول يعني بيستخدم خطرات لانه عنده التهاب على طول مزمن في الجيوب الانفيه فلو انا النهارده الزرعه اتحطت دخلت جوه الجيب الانفي هيتعمل برضه التهاب مزمن في الجيب الانفي فكنا بنحتاج نعمل ايه كان البروسيدجر او العمليه اللي بتتعمل نتيجه الموضوع ده ان احنا بنفتح جراحه وبنقوم رافعين الجيب الانفي وبنحط ماده عضويه تحفز تكوين العظم في المنطقه دي كانت العمليه دي اولا عمليه ثانيا بتاخد من 3 ل 4 شهور عشان تكون عظم في المنطقه دي وفي فرصه التهاب وانا فتحت وهو الى اخره يعني على حسب مهاره الدكتور ولكن هي الفكره ان هو عمليه وبتاخد احنا بنعملها بس هي بتاخد وقت احيانا مبقاش ما فيش حل تاني غيرها ولكن هي بتاخد وقت وطبعا عمليه في الفك السفلي بنقوم واخدين فاتحين واخدين من ورا من هنا عظم ونقوم حاطين فوق العصب عشان نبعد عن العصب نتيجه ان العظم تاكل طيب. ده كله بسبب ان احنا كان عندنا الزرعه طوليه فانا خايف انها تضغط على العصب تحت او تضرب توصل في الجيب الانفي فوق فانا عايز بدل ما اخليها زرعه طوليه اخليها عامله كده اخلي الزرعه مايله بالظبط كده فاحطها قدام وتطلع ورا بحيث ان ما يبقاش في كانتليفر ما يبقاش في تحميل على الهواء كده بالظبط كده
ما هي هتبقى طالعه من فوق زرعه طوليه عادي جدا بالزبط. ومن تحت مالت لكن شايلاني بالظبط. معانا فيديو يورينا اول فكره التحميل على بالزرعات المايل. لو بصينا الاول هنلاقي ان احنا بنقوم انا مثلا عندي الفك السفلي في التهاء في قصدي العصب قريب هنا، فاقوم جاي حاطط زرعتين مايلين هنا وزرعتين مستقيمين في النص، واقوم جاي محمل عليهم 12 سنه. ليه؟ لان ال 12 سنه دول هيخلوا لي لو جينا بصينا هم بص شايف حضرتك في الفك العلوي عندي الجيب الانفي اهو، انا حطيت الزرعه اللي ورا دي مايله هي واصله لقدام ولكن طالعه ورا، فبالتالي بقدر احط 12 سنه على على التركيبه دي، وبنركب عليها الجزء العلوي المتعدد الاغراض اللي هو بيسموه المالتي يونت ابارتمنت، ويجي يتربط عليه التركيب اللي هو بالجزء كمان اللي يشبه اللثه عشان يبان كان الانسان عنده لثه، وبنفس الوقت يبقى مربوطه في التركيبه مش ملزوقه علشان خاطر تخف الحمل على الزرعات. لان الزرعات دي لو ملزوقه هي الفكره في ايه؟ ان هو مش طالع من الزرعه حاجه، الزرعه فوق اللثه تقريبا شبه ما فيش حاجه، هي بتتربط التركيبه في الجسم بتاع الزرعه على طول. فاي شير فورس او اي قوه مايله دي اللي بتضر الزرعات تبتدي ان هي تبع ما تروحش للزرعه تروح للثه، فيبتدي ان انا اقدر احمل على 4 بدل ما احمل على 8 أو 6. فالفكره ادي بحط الزرعه مايل اتنين زرعتين مايلين ورا وزرعتين مستقيمين قدام، الزرعه المايله اللي ورا دي بعدتني عن العصب بتاع الفك تماما، في نفس الوقت اقوم جاي حاطط التركيبه ال 12 وحده واقوم رابطها في الزرعه مباشره عن طريق المالتي يونت ابارتمنت او الوحده العلويه المتعدده الاغراض. الوحده دي مختلفه عن الوحده العاديه اللي احنا اللي هي كانت زي السنه المبروده زمان اللي كنا بنركب عليها اسنان. الموضوع ده مختلف تماما، قدرت احمل على عدد زرعات اقل، وفرت على المريض ان انا ازرع عظم في نفس الوقت همشي المريض باسنان. طيب. دي اسمها اول اون فور اون فور الكل على 4 زرعات تركيبات البناء الكلي للتركيب او الفك على 4 زرعات، 2 مايلين و2 مستقيم واثنين مستقيمين، والاثنين مايلين حفظنا الناس هم عشان يتفادوا العصب وعشان يتفادوا من فوق الجيب الانفي. معانا فيديو يوري تفادي الجيب الانفي ويوري تفادي العصب عشان الناس اللي مش متخيله ان الزرعه المستقيمه ازاي هتعمل المشكله. يعني لو جينا بصينا ادي الاسنان، لو المريض حصل له بعد كده تاكل وبعد كده خلع الاسنان دي يبتدي يحصل تاكل في عظام الفك ومن فوقيه اللثه. يعني عشان كده بقولك دايما تراجع اللثه ده مرتبط بالعظم. لما اللثه دي تتراجع معناها ان العظم تاكل. فلما بتيجي يتاكل عظام الفك اصبح عندك في الفك العلوي والفك السفلي مشكله. بص جينا بصينا على الفك السفلي، لو الزرعتين اللي قدام ما فيهمش مشكله، لما نيجي نحطهم مستقيمين ما فيهمش مشكله، الزرعه اللي وراها لو حطيناها مستقيمه هتقوم خابطه في العصب، فنحطها مايله علشان خاطر ما تخبطش في عصب الفك. شوف الميله دي بس كده، الميله دي بعدتني على عصب الفك وحمتني او عالجت لي حته ان انا احتاج اعمل زراعه عظم في الفك السفلي. عظيم. وابتدي بعد كده اعمل تركيبه كامله تتعمل تتربط في الاربع زرعات ما تتلزقش عشان نقدر احمل التحميل على 4، وفي نفس الوقت هي مش باينه خالص، ما عنديش اي حاجه باينه. لو جينا بصينا في الفك العلوي زيه بالظبط، الفك العلوي برضو بيبقى عندي لما بيحصل ادي المنظر اهو، ادي 4 زرعات شايلين ال 12 سنه بتوع الفك السفلي. الفك العلوي برضو نفس القصه، الفك العلوي زرعتين اماميتين ما فيهمش مشكله، زرعتين خلفيتين عندي لو جيت زرعت مستقيمه هتخبط في الجيوب الانفيه. فابتدي احط الزرعه المايله تطلع ورا وتشيل الحمل بتاع ورا، وفي نفس الوقت هي محطوطه قدام، فابتدي احطها بشكل مايل بحيث ان هي تمنع لي التحميل الزايد على الزرعات، وفي نفس الوقت اقدر احط عليها الوحده المتعدده الاغراض العلويه واقوم رابط فيها ال 12 وحده بتوع الكوبري اللي باللثه بتاعته. طيب الحقيقه البروسيدجر ده او التكنيك او العمليه دي فيها عوامل كتيره قوي 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 عشان نقدر نوصل للكلام ده. اول عامل هو التصميم بتاع الزرعه المايله. تاني عامل هو وجود الوحده المتعدده الاغراض اللي موجوده في اللي بتركب على الزرعه عشان تقدر تركب عليها التركيبه اللي بتتربط. تالت عامل هو ايه بقى؟ النهارده احنا كنا بنتعامل بالتصوير الضوئي جوه الفم، يعني كنا بنجيب الكاميرا بدل المقاس، كنا بنجيب الكاميرا ونصور بيها الاسنان جوه الفم، الاسنان الطبيعيه دي اللي هي السي تي، لا اللي هي الكات كام. كات كام.
فالكات كام كنا بنصور الكمبيوتر ايديت ديزاين، كنا بنصور عن طريق ده المنظر اهو بتاع اربع زرعات فوق واربع زرعات تحت، والميلين باينين، الميلين اهم فوق باينين. الجيب الانفي زي ما انت شايف ما كناش نقدر نحط ورا خالص الجيب الانفي اللي هو الفراغ اللي لونه اسود ده، والناحيه الثانيه برضو الفراغ اللي لونه اسود ده لو كنت حطيتها ستريت كانت دخلت جوه، لو اتحط مستقيمه هتدخل هتدخل جوه الجيب الانفي وتعمل مشكله، وشفنا العصب هتدخل هتخبط في العصب في العصب. فالحاله دي عملنا زرعتين مايلين فوق وزرعتين في النص، وابتدينا ان احنا نبتدي بقى المرحله الثانيه. يعني احنا اول مشكله حليناها عن طريق الزرعات المايل دي، المالتي يونت اباتمنت او الجزء العلوي المتعدد الاغراض دي اللي بتتركب على الزرعات. يمكن هنا بنحط الجزء العلوي ده نبتدي ان احنا نركب عليه، بنركبه مش باين، ما عنديش حاجه باينه في اللسه. هو يعني ايه متعدد الاغراض؟ بمعنى ان هو اسنان ولسه وكده ولا ده متعدد؟ لا، متعدد الاغراض معناها ان هو ما فيش اتجاه معين انا مش حاكمني باتجاه الزرعه. يعني الجزء ده هو عامل زي القبه، فانا ممكن اربط من هنا وممكن اربط من هنا وممكن اربط من هنا طبقا للاتجاه الايديل للاسنان. لان كنا زمان لما احط الزرعه مثلا انا ما عنديش عظم غير ورا، فحط الزرعه عامله كده فالسنه اللي فوقها لازم هتطلع كده، فيبقى الشخص عنده ضب او السنان شكلها مش حلو. لو انما لو انا حاطط السنه كده هيطلع لي التشانل او المسمار من هنا، فلان انا بربطها مش بلزقها على الجزء العلوي بتاع الزرعه، ما عنديش حاجه اكنها سنه مبروده طالعه، انا ما عنديش اللثه فلات، عندي مجرد بس زي طبب صغيره فيها اماكن تتربط فيها مسامير. فهي فكره دي ان هي ادتني فريده او ادتني حريه ان انا احط السنه في الحته الصح ما تربطش باتجاه الزرعه. تمام. فدي حاجه مهمه جدا، ودي العامل الثاني. العامل الثالث ان انت حضرتك لما بتصور داخل فم المريض، لما بتصور داخل فم المريض انا النهارده ما عنديش سنان، فلو جيت اصور مفيش حاجه تقول للكاميرا ان دي هو السنتر او ده المتوسط بتاع الاسنان، او ان انا الاتجاه بتاع الاسنان واللثه. طبعا الفك متاكل فاللثة بتبقى طالعه وفي اللعاب والكلام ده كله، فالتصوير داخل الفم كان فيه مشاكل كتيره جدا. فابتدينا نعمل ايه؟ هو ريفرش، او احنا رجعنا ورا شويه، بس رجعنا ورا لمصلحه المريض، ان لما ما بيبقاش عندي اسنان خالص بنبتدي ناخد مقاسات تقليديه وبنصور خارج الفم. كويس. بتبقى اكسترا اورال اكوزيشن يونت او وحده تصوير للضوئي خارج الفم، بنصور برضو بالكمبيوتر بس بنصور الموديل او الجزء اللي فيه الزرعات. فبنحط حاجه جوه الاسنان جوه الفم وبناخدها نصورها بمكنه التصوير الجديده اللي بتصور خارج فم المريض. نبتدي ان احنا نصور الفك، تمام، وبكل الاتجاهات بقى علشان خاطر تديني حريه كافيه ان انا اقدر اعرف انا هحط السنان فين. تمام. فيبتدي انا المره دي ما عنديش مرجعيه يا دكتور ايمن لمكان السنان. انا ما عنديش سنان مبروده فبحط عليها سنان جديده، لا، انا عندي فراغ، حته ارض فاضيه، صحرا، انت بتبني عماره من اول وجديد، مش بتشط صحرا، انت بتزرع في الحته اللي انت شايف بالظبط. فبتبتدي ان انت عايز تحط اسنان بشكل جديد بلثه بعظم بالكلام ده كله. نبتدي بعد كده المرحله اللي بعد كده بنسميها نبتدي نعمل بقى الجزء الثاني اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين او تصميم الابتسامه الرقمي. ابتدي احط وش المريض على الكمبيوتر وابتدي احط انه شكل ايديل او انه مكان مثالي للسنان وانه شكل مثالي للسنان وانه لون مثالي للسنان. لو المريض ده طبعا بيبقى فيه سنه متقدم فلازم يبقى السنان فيها شويه علامات تقدم للسن، أن السنان دي هل يناسبه؟ ما عنديش بقى أي مرجعية للحجم ولا لاتجاه السنان، فلازم أظبط على اتجاه الشفة، ولازم أظبط على عظم الفك، ولازم أظبط أحط تخيل كامل لأماكن السنان في الوضع المثالي اللي هيخلي المريض ضب عندي فراغ، ولا هيخلي ويبقى ابتسامته شكلها حلو، ولا أسنانه تبقى شكلها طويل. ده النهارده ممكن انك تطول الفك العلوي على حساب الفك السفلي، وممكن تطول الفك السفلي على حساب الفك العلوي. مين المرجع بتاعك؟ مين اللي يقول لك ان دول المفروض يبقوا فين؟ الكلام ده كله لكمبيوتر وليه مقاسات معينه بيتحط بشكل ان المريض ده والله طب من المكتبه بتاعه السوفت وير او المكتبه بتاعه الجهاز تقول لي انا عندي اخد كذا شكل الاسنان وكذا طول الاسنان واشوف مين
اللي هيناسب. وعلى هذا الاساس الكمبيوتر يجيب لي بقيه المكتبه بتاعه السنان دي. يعني انا مثلا باخد قاطع اجرب بالقاطع مين القاطع اللي يناسب وش المريض ده، وعلى هذا الاساس القاطع ده ليه الناب بتاعه وليه الضواحك بتاعته وليه الضروس بتاعته، ونفس القصه ليه القواطع بتاعته تصف فك السفلي وليه الانياب بتاعته وليه الضروس بتاعته. انت بتحط 24 سنه فوق المريض، 24 سنه ما لهمش اي مرجعيه لاي وجود اي اسنان. تبتدي بعد كده نقوم عاملين الـ 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 التخيل ان انا ازاي الضروس تزق الخد وتزق الجروفز اللي بره بحيث ان ترجع شكل المريض قبل ما تتخلع الاسنان. فنبتدي نركب على الاسنان دي الانسجه الخارجيه بتاعت وشه عن طريق الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. نتخيل وشه هيبقى ازاي بعد ما اركب السنان، على اساس برضو ما يبقاش ايه هركب سنان ترفع له شفته وتعمل له ضب بس شفافه، او السنان تبقى واطيه فيبقى شكله وشه مطبق. فابتدي احط الديزاين، احط اسنان باللسع على السوفت وير. يمكن ده الفك السفلي والفك العلوي كان الصوره اللي فاتت. نبتدي نحط الاتجاهات، يبتدي يحط لي اماكن اللي هربط بيها التركيبه، فين هحط القناه اللي هتربط لي التركيبه دي في الزرعه، وابتدي اضبط العضه بتاعت المريض، وابتدي اخليه ياكل على الفكين دول عشان اشوف لو في اي حاجه بتخبط في بعض طبعًا. بشكل مش مظبوط، سنتين قاعدين مع بعض بيخبطوا، العضه عامله ازاي. لا تتخيل ان الكمبيوتر ده اللي بيعمل الكلام ده حاجه يعني كونفيجريشنز او مواصفات عاليه جدا. عشان انت مثلا لو تخيلت حجم الملف بتاع سنه، حجم الملف بتاع سنه انت بتتكلم مثلا في اولموست مثلا 1 جيجا او اكتر. تخيل 24 سنه انت محتاج تشتغل فيهم 3D بشكل ثلاثي الابعاد في وقت واحد، تظبط عضه مين اللي يلمس الاول، لما اجي اعض قدام الاسنان القواطع هي اللي تلمس، لما اجي اعض امضغ ورا لو في الناحيه اليمين هيلمس بشكل عامل ازاي، في الناحيه الشمال هيلمس بشكل عامل ازاي. تخيليه رهيبه ومحتاجه خبره رهيبه جدا. ولذلك دكتور ايمن الحاله دي بيشتغل فيها ما لا يقل عن 12 دكتور اسنان. بيشتغل واحد للجراحه، بيشتغل واحد للتصميم بتاع وضع الزرعات على الكمبيوتر. ده محتاج مش بس فريق عمل هارموني، ده فريق عمل كبير وهارموني، واضح انه كتير ناس كتير قوي تشتغل. ناس كتيره وفريق عمل لازم كل واحد عارف التاني بيعمل ايه بالظبط وفاهم هو بيعمل ايه، ويبقى في لغه تفاهم ما بينهم معينه بحيث ان هو يقدر انه يوصل ل يعني لو في اي خطوه من الخطوات دي تمت بشكل غير مظبوط كل الناس دي شغلها هيبوظ. بالظبط. فطبعا يمكن هنشوف مع بعض دلوقتي حاله فيها اتعمل بقى الكلام ده، يمكن ابتدينا الاشعه بتاعتها ونكمل مع بعض التصميم بتاعها. قبل ما نروح للحاله انا عايز اوريك سؤال من اسئله جمهورنا العزيز، نشوف الجمهور بيفكر فيه. تمام. انا متابع البرنامج بقالي مده، فشفت بعض الدكاتره كتير في البرنامج كانوا بيفضلوا الامبلانت اللي هو الزراعه عن التركيبات، فعايز افهم ايه المشكله او ايه المشاكل اللي بتواجه الدكاتره ليه ما بيعملش تركيبات، رغم ان 90% من الدكاتره بيشتغلوا التركيبات الثابته مش المتحركه، فعايز افهم ايه المشكله. احنا انا كطبيب اسنان حديث التخرج بنشتغل تركيبات فيكسد عادي، فعايز افهم الدكاتره وجهه نظرهم ايه في الموضوع الامبلانت. انت الدكتور الشاب الجميل بيسال سؤال جميل باحتراف، ده سؤال احترافي قوي. وشاب هو بينتظر المستقبل الكبير. فبيسال ليه بنفضل الزراعه، سؤال اكاديمي حقيقة. هو الحقيقه طبعا اللطيف اللي احنا بيعجبني قوي ان احنا بنوحي لكتير من الدكاتره، احنا ما بنخاطبش بس اللي عايز يعالج سنانه، لا احنا بنخاطب كمان الدكاتره الجداد والناس اللي متخرجه واللي عايز يشتغل واللي عايز يفتح عياده، بنخاطب كل الفئات الحقيقه. فهو اجابتي للزميل ان هو احنا مفيش حاجه اسمها لا دي احسن من دي، في حاجه اسمها ان كل مقام المقال. يعني انا النهارده عندي الحاله دي مستدعيه تتعمل لها تركيبات بنعمل لها تركيبات، الحاله دي مستدعيه ان هي تتعمل لها زراعه، وده موضوع يعني ممكن نقعد نتكلم فيه 10 حلقات، لان يعني مثلا في احيانا مريض مستعجل وما عندوش وقت وعايز يعني وعنده فقد في عظام الفك وما ينفعش نعمل له حاجه عشان نعمل له زراعه، ممكن نعمل له زراعه عظم والكلام ده كله، وحاله الاسنان مايله مثلا محتاجه تتعدل، فبالتالي بنقوم عادلينهم بالتركيبات ونعمل كوبري. في واحد تاني عنده سنه لسه مفقوده في ساعتها او لسه اصلا مكسوره وهتتخلع وتتزرع مكانها،
فبدل ما نخلعها ونقعد نستنى ان احنا يلتئم وبعدين نقوم محضرين الاسنان وحاطين مؤقت والكلام ده كله، لا بنقوم شايلين وحاطين زراعه وممكن نحملها بشكل مباشر لو انا عندي العظم الكافي ده. فهو الحقيقه ان احنا مفيش حاجه اسمها ده احسن من ده، هو لكل مقام مقال، وده شيء اكيد طبيا. هو بس تلاقيه يعني انا بقول له احتمال تكون اتفرجت على حلقات الزراعه لكن في حلقات اتكلم فيها في التركيبات يعني هو محتاج بس يراجع كل الحلقات هيلاقي تركيبات كتير بالزبط. والزراعه لازم يتقن الزراعه ويتقن التركيبات ويتقن كل حاجه بالزبط. انا عايز اروح بقى للحل اللي احنا التطبيق اللي احنا قلناه ده بالظبط. احنا جينا زي ما اتفقنا عملنا صورنا الجزء بره وعملنا التصميم للفكين العلوي والسفلي وحطينا كل المقاييس والمواصفات المفروض انها تتعمل للحاله. ابتدي ده شكل التركيبه بعد ما اتعملت بالقنوات اللي بتتعمل فيها المسامير عشان تتربط. القنوات دي تتقفل بعد كده بحشو ابيض بس، وده منظر الجزء اللي بيركب فيه التركيبه بحيث انها تتربط في الجزء العلوي اللي هو المتعدد الاغراض، وده منظرها بعد ما اتربطت. يمكن كان الاول ما فيش ولا سنه، لا بنحط الفكين نبتدي نربطهم. الحقيقه بتاخد دقائق، بنحاول ان احنا نقرب على قد ما نقدر لشكل اللثه بتاعه المريض، وشكل لو العاليه قوي احيانا هو الكونكشن دي او الالتحام ده ما بين اللثه وما بين الاسنان ما بيبانش داخل فم المريض، ولكن احنا بنحاول نجيب اقرب لون للثه المماثل للون الشفه المماثل للون البشره، اقرب لون اللثه اقرب لون الاسنان بحيث ان المريض برده ما يبقاش شكله ان هو حاجه طبيعيه صناعيه، لا يبقى شكله طبيعي، يبقى الابتسامه زي ما انت شايف شكل الوش نفسه، النتوءات اللي داخل الوش راحت، الفك ارتفع، ارتفاع الوش نفسه وطول الوش زاد، بتلاقي المريض نفسه بيحس نفسه ان هو مستغرب ازاي ان هو يعني. الست دي كانت الحقيقه كانت سعيده جدا، قعدت تحس على وشها وتقول لك انا بقالي كتير ما ضحكتش، انا بقالي كتير قوي ما بقتش مش خايفه وانا بتكلم والكلام ده كله. طبعا مستغربه بلسانها وخدودها والكلام ده كله، وجود كل الكم ده بتاع الحقيقه هو مجهود كبير بيتعمل علشان نوصل لده، ولكن المريض ما بيحسش بده. يعني المريض هو بيتعمل له الزراعات بتاعته في وقت قليل جدا عن طريق الدليل الجراحي. يعني الاول اول مرحله ان احنا بنصمم الزراعات على الكمبيوتر، بنعمل الزراعات عن طريق الدليل الجراحي، بنركب الجزء العلوي المتعدد الاغراض، بعد كده بنقوم مركبين حاجه مؤقته يمشي بيها المريض لمده 3 شهور، وبعد كده بنبتدي ان احنا نحط البورسلان. يمكن الحاله دي انا جبتها لك من بعد ما عملنا البورسلان على طول. يمكن معانا حاله تانية فيها ان احنا حطينا برضو مجموعه من الزرعات وحطينا المؤقت. المؤقت بيتحط في خلال 5-6 ايام، فالتحميل بالنسبه للمريض، هو المريض على فكره المؤقت شكل حلو جدا، فالمريض بالنسبه له الاسنان باللثه محطوطه في خلال 5-6 ايام، ولكن هو ده بقى بيبقى دايم امتى؟ بعد 3 شهور، ولكن هو في الاول بيبقى في خلال 5-6 ايام عنده تركيبات دايمه. فلو بصينا برضو دي حاله ثانيه برضه بيستخدم برضه التصوير نفس الخطوات، التصوير الخارجي اللي هو بعد ما بناخد مقاسات. كاميرا اسمها ايه بتاع التصوير الخارجي؟ الإينايوس، او هي اكسترا اورال سكانر، هو يعني اكسترا اورال سكانر سكانر خارج الفم تصوير خارج الفم. فبرضه بنعمل، دي كانت حاله برضه فكين، عملنا بس الحاله دي كانت الحقيقه اولون 6، كانت على 6 زرعات ما كانتش على 4 لان كان عندي عظم كافي الحقيقه، فحطينا تعال دي الاربعه برضو. دي المؤقت اللي بقولك عليه. دي الحاله دي عملنا الاربع زرعات، وده بلاستيك يا دكتور ايمن، ده مش بورسلين، ده مؤقت يقعد معاه قد ايه؟ يقعد معاه اب تو يعني مده سنه مثلا، بس هو احنا بنقول له لو عايز تغيره بعد 3 شهور تعالى غيره لك. بس هو برضو بيبقى فيه سنان ولثه وبيتربط ونفس الفكره. يمكن شفنا صورته والتصميم بتاعه، هو في التصميم في الكمبيوتر، هو الكمبيوتر ملوش دعوه. انا اللي بحط له بقى يا اما ديسك بورسلان يا اما ديسك ماده بلاستيك. فببتدي برضو اعمل التصميم والعضه والابتسامه والكلام ده كله، واقول للمريض بس انت هتاكل لمده 6 اسابيع اكل طري اللي تقدر تقطعه بظهر الشوكه على الاسنان دي، علشان خاطر لسه بتبقى الدنيا محتاجه ان الزرعات تمسك اكتر شويه. بعد كده ببتدي ممكن افك الكلام ده ونركب البورسلان اللي احنا شفناه بعد كده. طبعا هي ثوره في عالم الزراعه. يعني اللي احنا بنقوله ده، احنا كنا زمان بنتكلم في البلوك اللي طبعا الماشين اللي بتخرط الكلام ده مختلف، التصوير مختلف،
الأشعة بتاعته مختلفة، الزرعات مختلفة، الجزء العلوي بتاع الزرعات مختلف، الخبرات مختلفة، التكنيكس مختلفة. احنا كنا بنتكلم الأول ان انا ابرد سنة واصورها جوه البق واجيب بلوك صغير اخرط منه سنة سنة واحطه كويس، ده موجود وحلو، ولكن ده ما يقدرش يعمل لي ده. ده محتاج زرع عميلة، محتاج الجزء العلوي المتعدد الأغراض، محتاج التركيبات اللي تتربط، محتاج التصوير خارج الفم، محتاج مكان الخرط اللي بيخرط الديسكات، يعني محتاج يعني سات كاملة من جيش من الأجهزة والدكاترة احنا بنحطه في الخلفية، المريض ما بيشوفوش بس عشان نقدر نطلع له النتائج دي. والحقيقة المريض اللي في السن ده يستاهل هذا الجهد. الناس دي ناس طيبة، بيبقى فرحة كبيرة جدا انه يقدر يبتسم. الراجل كبير او ست كبيرة في السن ودول اجمل حاجة في الدنيا، هم دول اللي ساترنا، مش عارف يبتسم، ده شيء مؤلم جدا بالنسبة لنا. فلما يبتسم ويرجع وشه، على فكرة بيرجع بشكل سريع جدا بعد ما كان بدأ يبقى كبر ووشه شوية اتعظم، لا يرجع تاني يتفرد ويطول والخدود تعلى تاني. وكان بيروحوا ساعات منهم ناس تروح للتجميل عشان تعمل فيلر، هنا هي مش القصة فيلر، هي قصة سنين. حلوة قوي دي، حلوة دي قوي. عايز بس اضيف معلومة صغيرة دكتور ايمن، ان هو بس مش في الناس الكبيرة. الحقيقة الزرعات المايلة احيانا بنستخدم ان انا احط زرعتين هنا، زرعة مايلة وزرعة عدلة، علشان مثلا ازرع الجنب ده. يعني مثلا ممكن حد صغير في سنه عنده جنب وعنده فقد بقاله كتير، خالع سنانه بقاله كتير وتجيب الانفي نزل، نفس القصة تحت، ممكن احط زرعتين عشان احط عليهم كوبري بدل ما احط اربع زرعات. ممكن مثلا واحد عمل حادثة، واحد صغير في السن برضو عايز ان هو، او عنده امارة دلسة زي ما انت جبت، مزمن والسنان متلخلخة خالص لازم تتخلع، فمش هقدر امشي من غير سنان، لا ده حل لطيف جدا. نورتنا النهارده وسعدنا بهذا الحوار العلمي الرائع جدا اللي يناسب الناس اللي محتاجاه بشكل كبير، واحنا بسطناه وهنبسطه اكتر واكتر وفهمتوه. اعتقد انه ناس كتير هتستفيد من هذا البروسيدرز الهام جدا في عالم الاسنان. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره المتميز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين كان ضيفي اليوم في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.